السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على الفطر المشلتت اللي كيجي لذيذ بزاف وبدون فرن. كيف كتشوفوا معايا كيجي خفيف ومحرمش كيف كتشوفوا. ان شاء الله غادي نوريكم، غادي نقطع لكم باش نوريكم كيف كيجي من الداخل. المهم تبعوا معايا هاد الوصفة حتى الاخر كيفاش كيجي من الداخل. غادي نبداو على بركة الله بتحضير هذا الفطير المشلتت اللي غادي نحتاجو فيه هاد المكونات فقط. عندي هنا تقريبا 500 غرام ديال الدقيق، غادي نحتاج معلقة صغيرة ديال الملح اولا حسب الضوء، غادي نحتاج الزبدة والماء باش غادي نجمع هاد العجينة. الماء ما يحتاجش انه يكون دافي، غير الماء عادي. دابا ندوزو لطريقة التحضير. هنا خديت العصرية، اليوم غادي نعجن غير بيدي. هنا خديت العصرية فاش غادي نعجن، غادي ندير الدقيق ديالي. بسم الله، غادي نزيد الملحه. كيف سبق لي ذكرت الملحه كتبقى دائما على حسب الضوء. دابا غادي نبدا نعجن بالماء. بسم الله، حتى كنجمع العجينه. العجينة ما خصهاش تكون قاصحه بزاف وما خصهاش تكون مرخوفه، يعني ما كتلصقش في اليدين. غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي ندير العجينه. المهم دابا كنجمعها، عاد غادي ندلكها مزيان. كيخصها تدلك، كل ما دلكات مزيان كل ما هاد الفطير او الفطير كيف كيقولوا ليه هما كيخرج مزيان. هو الاسرار زعما ديال النجاح ديال هاد الفطير هذا هو انه يتلك مزيان. ثاني حاجه هو انه يرتاح صافي. الا درتو هاد جوج المراحل كيخرج لك ناجح 100% ان شاء الله. المهم دابا غادي نجمعها هنا في العصريه، ومن بعد غادي نحطها هنايا فوق هاد الرخامه باش ندلكها مزيان. صافي دابا العجينه ديالي هي تجمعات كيف كتشوفوا. غادي نحيد منها هاد البلاصه، راه مسحتها مزيان وكنبدا ندلك. كيخصنا نبقاو ندلكو فيها باش نعرفوا صافي راه دلكات. هاد كيف كتشوفوا هاد التكماش هذا اللي كيكون في العجينه ما كيبقاش، كتولي رطبه. ومدابا غادي نستمر ندلكها مزيان ونرجع نوريها لكم. صافي دابا من بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان كيف كتشوفوا معايا، كيف كتشوفوا راه ما كتلصقش في اليدين. دابا غادي ناخذ شويه ديال الزيت، الزيت العادي كنديرو هنا كنكثر شويه. غادي نشكل الكرات، كندير بحال هكا باش تغمس كامله في هذاك الزيت.
غادي ندير كل فطيره فيها ثلاثه ديال الكرات. غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي ونخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق تقريبا ونرجعوا نبداو نشكلوا فيهم. وفي هاد الوقيته هذه غادي نذوب الزبده، ممكن تستعملوا الزيت والزبده، انا غادي ندير غير الزبده بوحدها. بعد ما ارتاحت العجينه ديالي خديت الزبده ذوبتها، انا درت منها هنايا كيف كتشوفوا هنا صفر باش نسرح العجينه ديالي، كي خصها تكون يعني مدسمه وما تلصقش لينا. غادي نبداو اول وحده بديت بها بسم الله، كنخطي الباقيه وغادي نسرحها تكون رقيقه. كنحاول انني نسرحها. في نفس الوقت مره مره كندهن العجينه ديالي. واخا تقطع عليكم راه ماشي مشكل، حيت غادي نجمعوها كيف غادي تشوفوا معايا، ما غاديش تجي باينه التقطيعه. خصناش نحاولوا كلها تكون رقيقه. كنحاولوا نهزوها هكا وكنبداو نجروها. كيف كتشوفوا معايا دابا راه ولات رقيقه، غادي ندهنها مره اخرى بالزبده. غادي نجيبها بحال هكا، كندهنها مره اخرى بالزبده اولا الزبده والزيت اللي بغيتو نتوما. غادي نخليها على جنب وندوز نسرح وحده اخرى بنفس الطريقه. دائما كندهن الزبده سرحت العجينه الثانيه حتى هي غادي ندهنها مزيان بالزبده. كندهنها كامله. غادي نحط هذه الوسط كنجيب هاد الشيء هكا، كندهن مره اخرى بالزبده، كنجيب هاد البلاصه هادي كندهن بالزبده. كنطوي هكا بحال داك المسمن العادي اللي كنصايبو. غادي نخليها على جنب وغادي ندوز نسرح وحده اخرى.
دابا سرحت العجينه او الكره الثالثه حتى هي غادي ندهنها بالزبده، وانا كنسرح فيها مره مره كندهنها بالزبده. غادي نجيب الكره ديالنا كنديروا اولا العجينه اللي درنا جوج، دابا هذه هي الثالثه كندير هكا كندهن بالزبده، كنجيب الجهه الثانيه كندهن بالزبده مره اخرى، وهكا دابا غادي ندير لها بحال هكا، غادي نجمعها شويه باش تجينا بشكل دائري، الا بغيتو تخليوها مربع ماشي مشكل. وغادي نديرها ترتاح. بالنسبه لهاد المرحله كنديرها في يعني فاش نكمل كل شيء كنديرها في الثلاجه حتى كتبان لينا الزبده شدات راسها، عاد كنجيو نسرحوها ونبداو نطيبو. صافي غادي نستمر بنفس العمليه حتى كنكمل الكرات اللي عندي كاملين، يعني كل ثلاثه الكرات مع بعضياتهم، ونرجع معكم باش نطيبو هاد الفطير هذا. دابا من بعد ما كملت العجينه ديالي كيف كتشوفوا شكلت جوج كرات كبار وواحده صغيره، غادي نديرها في الثلاجه حتى كيبان لينا هذاك الزبده جمدات، ونرجع معكم باش نكملوها في التشكيل. صافي من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا كيف كتشوفوا درتها في الثلاجه حتى شدات راسها، دابا غادي ندير شويه ديال الزبده هنا، وغادي ناخذ اول كره بديت بها هي اللي غادي نسرحها. ما كنديرهاش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف. غادي ندهن بالزبده المقله ديالي درتها كتسخن، انا درتهم كبار انتوما كديرهم على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. صافي دابا غادي نبدا نطيب فيها مباشره، وفي نفس الوقت الا رققناها بزاف كتجي عاتها، الا خليناها شويه يعني ما تكونش غليظه بزاف باش ما تجيش معجنه، وفي نفس الوقت ما تكونش. غادي نوريكم السمك ديالها بحال هكا كيف كتشوفوا، يعني درتها كتسخن العافيه تكون مهيله. غادي ندهنها بالزيت او الزبده اللي بغيتو، انا درت الزبده، وغادي نحط العجينه ديالي. بسم الله دابا ما غاديش نقلبها حتى كتبان ليا هاد الجهه الفوقانيه نشفات، يعني ما بقاتش هكا عجينه كتولي ناشفه بيضاء. وغادي نقلب هذيك الساعه كيف كتشوفوا هنا راه بدات كتنشف، يعني ما بقاتش هذيك اللون العجينه بحال هنا. الفطر ديالنا ها هو راه نشف كيف كتشوفوا، دابا غادي نقلبها للجهه الثانيه كيف كتشوفوا راه نشف تماما. دابا كنخليها حتى يتحمر من الجويه بجوج صافي، وكنحيدهم. صافي دابا كيف كتشوفوا معايا خليتها حتى تحمر من الجهه، وقلبتها الجهه الثانيه كيف كتشوفوا راه كتجي مورقه، ها هو غير طريف مقطع كيف كيجي. ممكن حتى كيطيب، غادي نكمل نفس جميع الكرات بنفس العمليه ونرجع نوريكم الشكل النهائي.
الفطر ديالنا كيف كتشوفوا راه ساهل بزاف التحضير ديالو، وكيجي محرمش ومتكون بزاف ديال الطبقات، كيجي خفيف كيف كتشوفوا. كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده. كيفاش كيجي من الداخل؟